فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى البلد الذي سيقيم به أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى البلد الذي سيقيم به أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ لا، الجمع للماشي للسائر في الطريق، أما المسافر إذا أقام مدة لا تمنع القصر يقصر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى يقصر ولا يجمع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمع إنما هو لمن جد به السير أو للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.